إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فوصل بنا المقام ضمن حديث الدجال الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث، اقرأ عبد الخالق. من يساعده؟ ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه. هذا هو بيت القصيد، أن المسيح الدجال، اقعد يا بابا الله اقعد، أن المسيح الدجال عليه من الله ما يستحق، وعاث في الأرض فسادا، وتسبب في كفر كثير من الناس بما عنده من فتن، ولكن بقيت بقية صابرة صامدة ثابتة، فجاءهم الفرج من الله بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا درس لنا أجمعين، أن البلاء إذا نزل وإن طال فإنه بإذن الله سيزول. فيا من ابتليت بالمرض اصبر، فهذا المرض سوف ينتهي، إما بموتك وتنتقل إلى الرحيم، وإما بشفائك. فبالتالي لا تتذمر ولا تشكي للناس حتى لا تضيع أجرك. ويا من ابتليت بالسجن اصبر، سوف يأتي يوم تخرج من السجن، إما إلى القبر وتكون قد مت، وإما أن ترجع إلى ديارك وأهلك وأولادك. المهم أن البلاء سيزول. ويا من ابتليت بالجلد، ويا من ابتليت بالتعذيب في سبيل الله اصبر، فسوف يأتي وقت يزول هذا العذاب، سيزول. اصبر، هي أوقات، أثبت. وهذا ما حدث مع هذه البقية الباقية، كانت أعظم فتنة شهدتها البشرية فتنة الدجال. ناس لا يجدون لا طعام ولا شراب، والأولاد يبكون. اطفى هذا والله لو سمحت، اطفى. ثم يأتي أحدهم ويقول أنا الله، وأعطيكم المال وأعطيكم الشراب والطعام، وهؤلاء الأولاد الذين يبكون أعطيهم العلاج وأعطيهم، يا أرض أخرجي كنوزك، ويا سماء أمطري. فتنة عظيمة جدا. فبقي المؤمنون ثابتين ثابتين. فاسأل نفسك أيها الموحد، أيها المؤمن، هل أنت من الثابتين؟ أثبت على مجاهدة نفسك عن المعصية الشهوات. أنت في توق إلى الزواج وإلى النساء، لكن غير متيسر لك، ماذا تفعل؟
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر، اثبت على استقامتك. ويا من لا تجد مالا حتى تسكن في بيت او تشتري سيارة او اثبت، لا تلجأ الى الربا، لا تلجأ الى التسول. وبالتالي التسول مال حرام تأكل، لا بركة لك في مالك ولا في أولادك لأنك تتسول. وهكذا انتبه أخي في الله إلى الثبات. الله يا جماعة، وقد حلفت بالله، أعرف أحدهم كان في حاجة إلى المال وأصيب بضائقة مادية طارئة، ولكنه يملك عقار لكن في خارج الأردن، وتأخر بيعه وأصيب بضائقة مادية حتى أن الطعام في بيته يكاد لا يكون، أو يكون فقط عشاء ويبحث عن الإفطار، إفطار يبحث عن الغداء. فكان هذا الشخص تأتيه الصدقات ليوزعها على الناس، فكان يوزع الصدقات ولم يأخذ شيئا لنفسه. ثم عندما أنا شخصيا ذهبت إليه مع أحد المحسنين لكي يقبل الصدقة، لكي يقبل الزكاة، رفض، قال لا، أنا لا تجري علي الزكاة، أنا لا أقبل الصدقات، سوف تزول هذه الشدة وأرجع وفرج الله عنه. والحمد لله قابلته، قد اشترى سيارة وشقة، ثم انتقل إلى شقة كبيرة، ثم مات رحمه الله من جديد. فهو مثل من أمثلة التعفف، ومن يستعفف يعفه الله. أما أخذ لك 100 ليرة مساعد، هي في 200 مجال، هذا يأكل حرام، أنت تتكسب وتسد حاجتك، كيف تأخذ المال والصدقات؟ انتبه. فأين الثبات؟ أين الصبر؟ أين؟ تعالوا يا جماعة، إذا موضوع ابنك دخل جامعة، اياك تقبل الصدقات عشان ابنك، بيلحقك حرام. طب شو تساوي؟ خليه يشتغل، خليه يشتغل يا اخي. طب مش لاقي شغل؟ ما فيش داعي للدراسة. شو بده يصير اذا تأخر له سنة؟ يعني شو بده يصير؟ طب هو ماكل شارب نايم ببلاش في الدار، شو بقول ما في شغل؟ خلص ما في دراسة، بهل اتصدق يعني تتصدق علينا ولا نتسول؟ لا، يا بتشتغل يا اما ما في داعي للدراسه، مش مطالبينك احنا بمال. وكذلك انتبه اخواني في الله الى ما نسمع في هذا الزمان، ان بعض الناس يفتح باب تسول. فالذين يوزعون الزكاه يتقوا الله في مالك، قبل ان تعطي زكاه مالك افحص، فان اخطات بعد الفحص فانت ماجور، أما أن توزع هكذا من غير فحص فأنت مأزور. فأصبر واثبت يا من تبتلى. وهذا حال الموحدين في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، جاءهم الفرج، جاءهم الفرج. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسع عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هذه هي أعظم الأشياء التي تثبت الشخص وتصبره، أنك سوف تنتقل إلى الجنان، إلى رحمة الرحمن، فكيف تنقاد وراء شهواتك؟ اصبر. يحدثهم ويخاطبهم
فقط هذا اصبروا، يعني يكون الفرج لم يأتي بعد، وإنما مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام علامة الفرج أو علامة اقتراب الفرج. فيحدثهم ويذكرهم، ومن أسباب الثبات إذا وقع البلاء ماذا؟ من أسباب الثبات إذا وقع البلاء كما سمعنا هو ماذا؟ مجالسة العلماء، مجالسة العلماء. فأنت عندما تسمع عن عالم أنه يقيم درسا اذهب واحضر الدرس، فهذا من أسباب ثباتك على الدين. فمنه تسمع بإذن الله ما يثبتك، كما فعل عيسى عليه الصلاة والسلام، فذكرهم بأن هذه الدار دار زوال، وأنكم ستحصلون الدرجات عند الله عز وجل. فبينما هو كذلك، اقرأ عبد الخالق. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان لأحد بقتالهم، نعم. فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نعم، إذن يخرج الآن يأجوج ومأجوج، يخرج يأجوج ومأجوج الذين هم قد حبسهم الله وأغلق عليهم بمشيئته، فيأتي وقت فينهد هذا السور وهذا الجدار وهذا الإغلاق. فخرج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج في العدد كثير كثير كثير. نعم، أيوة. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. إذن أولا يأتون بحيرة طبرية، بحيرة ما زالت موجودة لغاية الآن في فلسطين مع حدود الأردن. فماذا يكون الحال؟ أنهم يريدون أن يشربوا، فالمفاجأة بسبب كثرتهم يشربوا البحيرة كاملة. شو بده يكفيهم؟ يعني بحيرة طبرية بدها بتكفيك سنة لو أيها اليأجوج، لا، لكن بسبب كثرتهم يشربونها فيشربون ما فيها. ماذا يحدث؟ ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. إذن فيأتي أحدهم ويقول كان هنا ماء، كان هنا ماء. شو السبب؟ نعم، شربوها بسبب كثرتهم. يعني انت متصور المنظر، منظر مرعب، بحيرة لها ألوف السنين تشربها قاعدة، معناته شو هذول؟ شو هالعدد؟ يعني عندما يقال فلان يأكل الأخضر واليابس هذا ينطبق عليهم. هؤلاء لم يبقوا شيئا للناس، أعداد كبيرة جدا. بس أيوة. ويمر آخرهم ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. نعم، عيسى عليه الصلاة والسلام يحصر، يختبئ، والاختباء لا يتنافى مع التوكل على الله، والهروب من الفتن لا تنافي مع التوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه. إيش يعني ينأ عنه؟ إيه؟ يهرب، أهرب من الدجال. فأنت مطالب أن تهرب من الفتن.
طب لما يصبح رأس أحده رأس الثور خير من 100 دينار لأحدكم اليوم؟ لما؟ واضح جدا شو السبب؟ في مال ما في طعام. نعم، لأنه عدم وجود الطعام. عدم وجود الطعام، يعني الآن هم مختبئون وعيسى عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين، أصابهم مجاعة. مجاعة، ما في، أنت مختبئ لكن ما في طعام. أنت عارف الظرف الآن، ابنك يبكي، ما في أكل، ما في شرب، زوجتك، طب بدنا نأكل، بدنا نشرب. ما في تذمر عندهم. هؤلاء خلص المؤمنين، كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن انت الآن تصور ظرفك مع زوجتك وأولادك، عندما تذهب إلى البيت ولا يوجد طعام في البيت، لا يوجد طعام، يقول لك بدنا نأكل، ما في أكل، نريد عشاء، ما في عشاء، نريد أن نشرب مي، مي، ما في مي. كيف؟ لا يوجد ماء، لا يوجد طعام. هون يظهر الإيمان. فهؤلاء من المؤمنين، من خلص المؤمنين، لا يوجد تذمر، احتساب، صبر، رجاء من الله الفرج. يأتي شيء من الماء، لو شيء من الطعام القليل يقبلونه. وما قال لك ايش يعني نريد فاخر الطعام، لا. وامر اخر اخواني في الله، ان الانسان قد يصل الى مرحلة في بعض الصور ان المال في جيبه ولا ينفعه. كم من انسان عنده مال ويظن انه بقول لك كل المصاري بتساوي كل اشي، هذا كلام فارغ. عندما يقول المال يصنع كل شيء، هذا كلام فارغ. طب يا خيك محبوس، يا من تقول عن نفسك المال يصنع كل شيء، انت في السجن، اخرج نفسك من السجن. مش معك ملايين؟ اخرج نفسك تسوق، تصبح الملايين لا قيمة لها وتجعل في السجن. يا من انت مريض، مش بتقول المصاري بتساوي كل شيء، المال يصنع كل شيء. طيب عالج نفسك. هاي كل طاقم الاطباء كلهم متفقون انك ستموت، او ستبتر يدك او رجلك. اذا هذه كلمة المال يصنع كل شيء كلام باطل، وانما لا يكون ذلك الا بتوفيق الله. ولذا المؤمن يقول ويعترف ان ما به من نعمة فمن الله، إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه إيش؟ اجتهاده. فبالتالي لا تقول المال يصنع كل شيء، لا يا أخي، التوفيق من الله جل في علاه. سمعت أحد الوعاظ يقول أحد الأثرياء ومن كبار الأثرياء لا يستطيع أن ينام في بيته. نعم، كيف لا يستطيع أن ينام في بيته؟ طب أعطوه حل. طب لما لا يستطيع أن ينام في بيته؟ طب أعطوه حل. أنت لو أنت قال لك أنا لا أستطيع أن أنام في بيتي، رجل موسر، المال ما بيعرف كم عنده من مال، شو بتجاوبه؟ بده حل، بدوش يحكي لك السبب، بقول لك أعطيني حل. ماذا ستقول له؟ هذا أول كلمة، غير بيتك. تقول لا أستطيع أن أنام في هذا البيت، اشتري بيتا آخر، أنت مليونير، ملايين معك، ومع ذلك لا ينفع. أي كيف لا ينفع؟ تبين أنه لا يستطيع أن ينام في بيته لأنه رزق بولد عاق، قال له سأقتلك وأنت نائم.
لو كنت في أي بيت سأبحث عنك أيها الأب وأقتلك وأنت نائم. شوف لك أنت ملايين، وهذه الملايين لا تنفع شيئا. ينام في سيارته، يقود السيارة حتى يصل إلى مكان مزي، وكل مرة في مكان وينام في السيارة. شو السبب؟ أنه خائف من ابنه أن يقتله، لأنه يستطيع أن يدخل أي بيت ابنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في زمن العقوق، فتنبهوا إلى هذا الأمر، أن في وقت الشدة يظهر الصابرون، يظهر الصابرون. طب أكمل. أيوة. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليه من نغف في رقابهم. إذن أكبر حل لأهل الديانة وقت الشدة ما هو؟ ما هو الدعاء؟ أنت عندما تحفظ أدعية الكرب، لكنك في وقت الكرب ستقولها إن كنت صادقا وقلبك مكسور: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أنت تقولها الآن، تستطيع تقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تقولها إيش؟ بسهولة. لكن هذه الكلمة عندما تكون في وقت الشدة تفهم ما معنى اللهم رحمتك أرجو. ماذا تستفيد اللهم رحمتك أرجو؟ كل الأسباب المادية ما عادت تنفع. أنت مريض، لا ينفع أي نوع من الأدوية، ولا ينفع أي طبيب من الأطباء. تريد أن تشفى فتطلب من الله: اللهم رحمتك أرجو. فإذا شاء الله شفاك. كم من مريض دخل المستشفيات وقيل له: لا أمل في شفائك، ثم كان من الله أن شفاه. وسمعت شيخنا مشهور حسن مرة يذكر أن أحد الرجال، كأنه من أمريكا أو بريطانيا، أحد الدول الكفر، قيل له: لم يبق من عمرك إلا 6 أشهر. فقالوا له: يعني فقط، لا يوجد. فالمفاجأة أنه قال: سأقضيها في بستان، في بستان لي في جنوب إفريقيا. فذهب إلى تلك الديار وبلاد خيرات، فبدأ يأكل من العنب، ثم بدأت تظهر عليه علامات الشفاء. ثم كانت المفاجأة أن علاجه كان بالعنب، وهو لا يدري والأطباء لا يعرفون، فشفاه الله. تأتي على أهون أسباب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وحدثني أحد كبار السن، قال: نحن نعيش في قرية من قرى الأردن. هو يخبر عن نفسه، قال: أنا أعيش في قرية من قرى الأردن. فأحد الأولاد خرج من القرية وعاش في المدينة بسبب عمله، وتزوج من المدينة وعاش في المدينة، وأنجبت زوجته له ذرية. الأمور لغاية الآن إيش؟ عادية. قال: فإذا بأحد الأولاد يصاب بمرض، وهذا المرض عجز عن علاجه، ويتنقل من مستشفى إلى مستشفى، ثم طالب
الديوان الملكي وخطاب إلى الرؤساء والحكام والمسؤولين أن يعطوه نفقة العلاج ليعالج ابنه في إحدى الدول غير الإسلامية، إحدى دول الكفر، لا أدري بريطانيا أو غيرها، أو ألمانيا التي فيها تقدم في العلاج، وهو مشغول ابنه يموت أمامه. فقال يا شيخ، لكن المفاجأة كانت عندما زارنا في القرية وجاءنا ليودعنا. وطبعا هو جاء ليودعنا وحالة بؤس ونكد وحزن خيم على القرية بسببه وبسبب الشفقة عليه وعلى ابنه. ما في سعادة بالمرة، مكث يوما، ولكن الله عز وجل شاء أن يفرج عنه. فإذا بإحدى النساء الكبيرات في السن، الطاعنات في السن، عندما رأت الصبي قالت شو هذا، هذا المرض صابنا قبل 70 سنة في القرية هاي وعلاجه عندك العشب هاي. قال له شو بتحكي انت؟ قال هذا نفس المرض صابنا قبل 70 سنة، انا كنت 5 سنين وصابني انا وامي وابوي وكلياتنا وتعالجنا بالعشب هاي. قال شو بتحكي؟ قال قال ما هو 100 100 الولد، يعني ما هات هالعشبة، مش داري تدلتهم على الطريقة تغليها تقيم تحط. فشرب منه فشفاه الله. فقال لي يا شيخ علاجه ما كلف شلن. وهذا اللي بخاطب في الديوان وبخاطب في الوزارة وبخاطب في المسؤولين، وانه علاجه يطلع على بريطانيا والمانيا ومش داري اني بلد، علاجه ما كلف 5 قروش. الشافي هو الله، الفرج من الله. فهذا ما حدث مع عيسى عليه الصلاة والسلام. دعوا الله، يا من انت مسجون تصل الى مرحلة المحامي ما بيساعدك، والوسطات لا تقدم ولا تؤخر، ولكن تتفاجأ أن الفرج من الله جل في علاه، الفرج من الله. فاسأل نفسك، هل فعلت كما فعل عيسى عليه الصلاة والسلام وكما فعل أصحابه فيرغبون إلى الله؟ تتوجه إلى الله، توجه إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب أكمل. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. نعم، هؤلاء يأجوج ومأجوج يموتون في ليلة واحدة. اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم. فالله عز وجل قادر وهو على كل شيء قدير أن يرسل عليهم كما أرسل أو كما سيرسل على يأجوج ومأجوج، فنصبح ونرى لا أي جندي من جنود اليهود على قيد الحياة، ثم يبقون في ديارنا من منهم يزعم أنه مسالم يعيشون كما عاشوا سابقا. اليهود كانوا موجودين في فلسطين وكان المسلمون يحترمونهم ويقدرونهم ويسمحون لهم بالتملك والتجارة والأكل والشرب والنوم، فبدل أن يقابلوا هذا بالشكر قابلوا إيش؟ بذبح المسلمين، بذبح المسلمين. فنسأل الله أن لا يبقي فيهم جنديا واحدا، ونسأل الله أن يبيد جنودهم أجمعين وأن يخرج المسلمين سالمين. هذا الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. فهذا ما حدث يا إخوان، فجاء الفرج من الله جل في علاه.
لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحتاج إلى صبر. اصبر، أنت تدعو الله، اصبر، لا تستعجل، اصبر. فما ذكرتم أنتم طبعا من اليقين وحسن التوكل على الله، هذا كلام صحيح، لكن هذا يحتاج منك أيضا إلى صبر. اصبر. طيب أيوه. فبيهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زمهم زهمهم ونتنهم. نعم، ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. فتطرحهم حيث شاء الله. طب الآن مات يأجوج ومأجوج، طب هذه الأعداد التي لا تتصور بالعقل يحتاجون إلى كم مدة؟ يحتاجون إلى أن يحفر الأرض ويدفنوا، تحتاج إلى مدة طويلة جدا. فيأتيك حل آخر لا يخطر في بالك، فما هو هذا الحل الذي يسره الله؟ ما هو هذا الحل؟ تطرحهم. شو اللي تطرحهم؟ من يساعده؟ نعم، تأتي هذه الطيور فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. لما لم يحدد المكان؟ لأنه لا فائدة منه. أنت لا تبحث عن شيء لا فائدة منه. يعني عرفت المكان ولا ما عرفت المكان بيأثر؟ إذن لا فائدة منه. فهناك بعض الأسئلة يخوضها طلبة العلم ويضيعون أوقاتهم وأعمارهم في أشياء لا ينبني عليها أي عمل ولا اعتقاد ولا أي ثمرة. فعندما تبحث مسألة لا ثمرة فيها اتركها، فلا ينبني عليها لا عمل ولا اعتقاد. وعلي فكثير من الأبحاث اللي في الوقت الحالي أبحاث قائمة على شيء نظري لا ينبني عليها عمل ولا اعتقاد، فلا نستفيد منها شيئا. ويقول لك أنا قضيت عمر طويل وأنا أحدد وأبين، ماذا ينبني من عمل؟ ما هي ثمرة هذا البحث الذي عندك؟ فنرى مثلا بعض الناس عندما يريد أن يتكلم ويحدد بلدة من البلاد أن هنا وقعت حادثة كذا، طيب كويس، لكن هذا الشيء ماذا بنى عليه اعتقاد؟ ماذا بنى عليه عمل؟ وأنت تقول سلخت من عمرك سنين وأنت تبحث وتفتش وتحدد حتى تحدد إحداثيات هذه المنطقة، وفي النهاية ربما يكون هذا التحديد أيضا شماله غير ثابت. وكما نرى بعض الناس في الأنساب يبدأ يسلخ عمره بالسنين حتى يثبت أنه من سلالة الصحابي الجليل رضي الله عن فلان، ثم بعد ذلك يأتي آخر يقول له لا يا أخي في الأسانيد ضعاف ومش ثابت وفي انقطاع كل هالسنين وانت تبحث عن شجرة العائلة ثم لا ثمرة منها. طيب يا سيدي طلعت من سلالة أحد الصحابة رضوان الله عليهم، طب ماذا استفدت؟ هل أنت على ديانة واستقامة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن هذه هي ثمرة البحث، أن تبحث في شيء فيه فائدة أو معتقد. نعم، نسمع. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر،
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك. نعم، الأرض كانت محرومة ابتلاء، لكن الآن رجعت البركة ورجع النبات، البلاء ما به زال. اصبر اصبر، ستبتلى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ستفتن، أي ستبتلى، ستبتلى، لكن لا تكون ممن يعبد الله على حرف، أي على الحافة، فأي شيء يصيبك تنقلب على وجهك، لا تخسر الدنيا والآخرة، ستبتلى. وماذا قال ورقة إلى أمنا خديجة رضي الله عنها عندما أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدايات؟ قال لها: ما بعث أحد بمثل ما بعث به إلا وعودية. فأنت إذا ازدادت استقامتك فعرض، سوف تتعرض للعداء، فكن من الصابرين. ويا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك أو يخرجه قومه. فقال: أو مخرجوه؟ قال: نعم. ستبتلى وتخرج من ديارك إن كنت داعية صادقا. والداعي الصادق لا يسأل عن شيء، مثل ما حصل مع الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان بإمكانه أن يأخذ بالرخصة، هو معرض للجلد والتهديد بالقتل، فقيل له: يا أحمد، قل القرآن مخلوق ولك فسحة، تخرج وتعافى من الابتلاء بدل هالجلد. فماذا أجاب الإمام أحمد؟ ماذا أجاب؟ ذريع الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: لو أنا قلت بقولهم لقال به الناس، يعني أنا غير الناس، أنا غير، مشكلتي أنه أنا إذا قلت القرآن مخلوق سيتبعني على ذلك من؟ أمم، ألوف الناس. لكن أنت تقول القرآن مخلوق وتنجو من القتل والتعذيب، ما حداش على بال مين اللي بترقص في العتم في التعبير الأردني؟ يعني هيك هذا المعنى، يعني حكيت القرآن مخلوق، قل القرآن مش مخلوق، أنت مين؟ لكن الإمام أحمد: لا، إن أنا قلت القرآن مخلوق تبعني على ذلك كثير من الناس. وكذلك شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان لا يداهن في دين الله، فكان يقول: إذا سكت العلماء فمن يتكلم؟ إذا سكت العلماء فمن يتكلم؟ خلاص. فموضوع الرخصة والسكوت فإذا الابتلاء لابد أن يصيب العلماء، لابد أن يصيب الصالحين. أشد الناس ابتلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. طيب، إذا زال البلاء، سوف يأتي يوم ووقت يزول البلاء، ومثل الصيام سيأتي وقت وتفطر. يعني البارحة اللي صام الخميس ولا اللي ما صام شو ماله؟ مضى ده. اللي صام اللي قبله الاثنين واللي ما صام كله مضى انتهى، شو يعني؟ لكن بقي بعدما زال للصائم فرحتان، زال للصائم فرحتان. فاللي صلى اليوم الفجر في المسجد ولا اللي ظل نايم برضو مضى انتهى. فتعامل مع الأمور أن الشيء سيزول،
والبلاء سينقضي، فاغتنم وقتك في هذه اللحظة. وهنا يظهر الإيمان وتظهر الاستقامة. فبعض الناس إذا مثلا ابتلي بالمرض يكفر بالله، يكفر بالله. وبعض الناس إذا ابتلي بالسجن يجد الحل المعاصي والذنوب بدل أن يقبل على الله. وبعض الناس إذا تعرض إلى ضائقة مادية، وهكذا في أمثلة كثيرة. والآخر العكس، كلما ازداد مرضه ازداد لجوءا إلى الله، كلما ازداد سجنه ازداد لجوءا إلى الله. فاسأل نفسك وحاسب نفسك وتفقد حالك. هاي نقطة، سوف يزول، سوف يزول هذا البلاء. حتى لو كنت مت سيزول، لكن هي مسألة وقت. اثبت، اثبت. ولذا اجاز الشرع لك في الحرب ان تكذب. يعني انت اسرت عند الكفار وطلبوا منك معلومات عن المسلمين وعن جيش المسلمين، الواجب عليك ماذا؟ الكذب. طب هذا الكذب ماذا سيترتب عليه؟ جاوب يا عمي، خليه صح صح صح. نجاة، أجر. أقول لك أني بحكي لحالي أنا قاعد. مصلحة للمسلمين. خلصنا من هاي الشغلات. ماذا سيترتب عليه في نفسك؟ زوال البلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة انت الان مأسور عند الكفار وبطلبوا منك معلومات عن جيش المسلمين، وانت نازل تكذب وتخبي وتضل، شو بده يترتب عليك؟ راح يجلدوك جلدي ورزة على 10 بلاد، راح يعذبوك تعذيب مش راح يصدقك. كيف ما بتعرفش؟ هون احنا نقول لك ثبات، احنا ساعة بنعطيك على الثبات. بتفكر تقولهم وين جيش المسلمين؟ والله ما بعرف. نزلوا على التعذيب، نزلوا نزلوا نزلوا, نزلوا على التعذيب. فكر هيك؟ فهون الثبات مش من اول كف. يا عمي هاي معلوماتي كلها عن المسلمين، جعلهم مطحونين. هو يظهر الإيمان، يظهر الاستقامة. وبصدقك ولا متوقع منك تكرر له كل المعلومات هيك؟ ولا راح يقول لك يا ريت طخك أريح لك، يقول لك ما طخك. طب طخني وريحني. ولذا من قواعد الكفار، لا من قواعد الكفار، وهذا مبدأ غير إسلامي طبعا، انه الشخص المأسور ماذا يفعل؟ ولا انت عارفين قواعد كفار ولا قواعد مسلمين؟ لا يقتل. لا حول ولا قوه. من قواعد الكفار احسنت، الانتحار مباشره اول قاعده من قواعد الكفار. بقول لك اذا اسرك المحارب مباشره ايش؟ اقتل حالك. هك ما عليش تعرفوش قواعد الكفار، الله يعطيك، بس يعرفوا قواعد المسلمين على الاقل. فبالتالي هذا مبدا غير اسلامي. ليه؟ لانك ما اذا وقعت بين ايديهم سيعذبونك عذابا اليما حتى ياخذوا منك ايش؟ المعلومات. فسهل انه يطخك. طخ ايه؟ طخ يعني ما بعطيك، ببوس راسك طخني وما بطخك وما بده دخل. بتحب اظافرك اشيلهم بالكماشه ولا بالشاكوش؟ شو بتحب؟ تحب عينك تروح اليمين اول ولا الشمال بالنار؟
تحب ذانك تنخزق اليمين ولا الشمال؟ يكون بده يضربك كف ويقول لك روح مع السلامة بموتك على درجات، لكنه سيزول هذا البلاء. ولا انت شو قاعد عند مرتك نايم ومبسوط وكذا واجوها ما شفت اشي، ما شفت من البلاء. الدين وصلنا بتفكر بسهولة؟ الصحابة ضحوا بالشيء الكثير، ومن بعدهم من العلماء ومن أمة الإسلام حتى وصلنا والحمد لله الدين على طبق من فضة أو على طبق من ذهب. كم مرة أكلت كف في سبيل الله حضرتك؟ كف كف كم كف أكلت في سبيل الله؟ واحد يا جماعة طالع من الجامع لاقي شبشب ضايع بطل يصلي، هذا عشبشب شو ماله؟ قال والله ما برجع الجامع، هذا أبصر بطل يصلي بالمرة ولا بطل يصلي الجامع. واحد طلع لقي سيارته مسروقة قال والله ما بصلي الجمعة. هذا الحرامي متخصص ايش وقت صلاة الجمعة؟ ليش ليش متخصص وقت الجمعة؟ ايه احسنت، هاي لكم خبرة مع الحرميين هذا. فهو هذا الحرامي شو ماله وقت صلاة الجمعة؟ فشو بيساوي؟ بروح بسرق، لانه انت مش بدك تصلي خمس دقائق وتطلع، لا حرامي تخصص صلاة الجمعة. لا مش سامع الخطبة الحرامي شيخ، هو سامع الخطبة لسه شغال. فبالتالي هو انتبه الى هذه الاصول التي نحن بصددها، اصبر اثبت على دينك سوف يزول البلاء. ومن البلاء الفقر، من البلاء ايش؟ الفقر. قد تبتلى بقلة العمل، شو الحل؟ اصبر واتق الله وسيجعل الله لك فرجا. تروع على البيت المرة بتقول لك وين الاكل؟ والله يا مرة ما في اكل اليوم، ما في. طب شو ساوي؟ روح اشحد، روح انصب. امرأة ايش؟ فاجرة. اما تقول لك سنصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على نار جهنم، كما كانت المرأة الصالحة تقول لزوجها إذا ذهب إلى العمل تقول له اتق الله ولا تأتينا إلا بالحلال، فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على نار جهنم. هاي امرأة ايش؟ صالحة. أما امرأة طالحة شو؟ دبر حالك، أنا ما إلي دخل، بدك تروح بالإيش؟ بالخبز. أنا شو اللي طالبه منك؟ أكل أكل أكل، ان شاء الله بتسرق، المهم جيب لنا ايش ناكل. يا بنت الحلال اليوم تعطلنا الشغل، معلش احنا شغالين بس اليوم تعطلنا، يعني صار ظرف وكذا وايش وهذا، ما بصور انا ننام طول الليل من غير كهرباء، قطعوا هالكهرباء يا بنت الحلال، معيش ادفع فاتوره الكهرباء، طالع علينا 70 ليرة. اتفاجأت كان يطلع علينا 20 و30، الدور طالع 70 وترجيحة بدها ليرتين ثلاث يعني بدي 75 ليرة. ما بنام لك ايه في بيت بتغير ايه؟ كيف بدي انام من غير كهرباء؟ لا يوجد مروحة هيك النام. هذه امرأة شو مالها؟ طالحة. انا خايف انت نفسك تقعد تقول والله انا ما بنام في هالدار ليش في شي مروحة، معناته شو الحال؟ اروح انصب لي على واحد ممكن والله يا فلان بدي منك 75 ليرة لأمتى؟ بس يومين بكون ايه في جيبتك. يومين هذول قديش بقعدين ولا بتشوفهم؟ كذاب نصاب. صار لما 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 ما في صبر. طب ليش الناس اعطته؟ لانه بتعرفه صادق فقلب. عشان هيك كثير من الناس من اسباب ضياعه وبعده عن دين الله عدم الصبر. شوف كل القصة اللي حدثت الان، جاء الفرج على المسلمين. شوف الان الفرج نسمع. ايوه، فلما
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. شوف الرمانة الواحدة بس أجل الفرج، العصابة يعني المجموعة من الرجال رمانة واحدة تكفيهم. شو هالرمانة؟ اسمع. ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. انظر، فبينما الآن بقرة واحدة ولا غنم واحدة ولا جمل واحد بكفي ايش؟ عشيرة بركة. لكن بعد ايش؟ الصبر. بعد البلاء وصبروا جاء الفرج. زي ابو هريرة رضي الله عنه انه كان يدوخ ويقع، قال ويظن الناس اني مصروع اني بي صرع، والله ما بي من صرع ولا جنون، ولكن ما وقعت الا بسبب الجوع. ثم الان ابو هريرة يتمخط بالكتان بخن بخن، يعني بس بده يمخط، كان يغي يمخط رضي الله عنه. شو بده يكون؟ اللهم ارضى عنه. واحنا زيه، دارت الايام اصبح يمتخط بايه؟ بالكتان. قال بخن بخن، يعني مباشرة رضي الله عنه اعتبر انه كان في بلاء وصبر وجاء الفرج من الله، وثم بعد ذلك العاقبة للمتقين. شوف هالبركة. احنا مشكلتنا في ايش؟ في قلة البركة. لا بركة في اولاد، ولا بركة في ايش؟ في مال، ولا بركة في صحة. طب انتبه الان. ايوه. فبينما هم كذلك اذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. يا الله، هنيئا لهم، صبروا وجاء الفرج ثم جاءت الريح الطيبة لتأخذ روحهم. يا عمي نريد أن نلقى الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المؤمن لا يخاف من الموت لأنه يرجو رحمة الله، لكن ما بده يموت موت إيش؟ نسأل الله العافية وهو معاصي، أو موت لا تقربه من الله. فهنا حصل الرحمة، فهذه الروح تخرج من إبطه. نعم. أيوة. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. نعم، فعليهم تقوم الساعة، الصيحة. إذن الصيحة تنزل على من؟ على شرار الناس. بينما هذا المؤمن تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. فرج من الله، يعني بلاء صبر فرج بركة موت ايش؟ ريحة، ثم ذهاب الى الجنان. اذا حلنا يا جماعة، استقامة مع ثبات الى الممات. الإمام أحمد سئل يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. أما واحد بيجي بيقول لي طالب علم هين مسكت الكتاب كملته؟ لا والله إلي 6 أشهر ماسكه. كم كنت أقرأ؟ كنت أقرأ 3 ساعات ثابت؟ لا والله هذا الحكي زمان. الآن 3 ساعات اللي كنت أقرأ فيها صارت لإيه؟ للخلوي. 3 ساعات ثابت عليها الأخ، لكن من كتاب نقل ليش؟ للخلوي. وآخر إيش الخلوي راح يجي على راسك، راح تتفاجأ بمفاجآت تقول يا ليتني لم أحمله في حياتي ولم أدخله على بيتي. واحد نسأل الله العافية قبل أيام، قبل أيام يعني قبل كم سنة، وجاب لزوجته قال وقت الخطبة تلفون حديث هدية، وكانت النقبة من هنا تبدأ. نزل الانتر زفت
وصار عندها فضول وفارغة، وأجاها تلفون واحد نزلت فيسبوك وأبصر مين، وفارغة ما بتعرف لا همالة ولا هي أصلا، هي من بيت عوام لكن بسموهم محافظين، لا بتروح ولا بتيجي، لكن شو مالها؟ فراغ مباشرة. ولا واحد اتصل فيها ردت عليه حكى معها، حكت معاه هيك يعني من الفراغ، لكن للمرة الثانية تتكلم ولهذاك ولا زوجها موجود، شو هذا؟ واحد اتصل، ليش ما سكرت في وجهه؟ المهم الخلاصة طلقوا. فهذا التلفون اللي هو الهدية هذا بكون بداية ايش؟ نقمة. فانت بدل ما تجيب لخطيبتك تلفون هدية يكون سبب في ادخال النت عليها، فجيب لها هدية اخرى يا اخي، جيب لها شيء تستفيد منه، يا اخي جيب لها قطعة ذهب. فتنبهوا اخواني في الله الى هذه الفتن التي تعصف بالامة. تأتيك الفتن وانت اين؟ انت وين؟ وانت في بيتك. والسبب ماذا؟ السبب ماذا؟ الخلوي. ومن الذي جاء بالخلوي؟ انت، انت ادخلت الفتن على زوجتك واولادك. انت ابني اجي يدرس توجيهي السنة، قلت له يا ابني، قال انا بدي منصة وما منصة وابصر ايش، وانا بدي ادرس. قلت له يا ابني سيبك، هاي في مركز جنبنا، خذ الرقم اللي بدك اياه، انا دافع عنك كامل، انا غاية التوجيه بدرس، بعد التوجيه بده يشتغل يعتمل يساعد حاله. قلت له خذ الرقم اللي بدك اياه، بدك مراكز اساسي خصوصي كورسات اللي بدك اياه، بدناش منصات. قال لا يا ابا اسأل منصات وما المنصات. قلت له حاضر يا ابا، لان منعت عنك هسه بصير تقول ابو. تفضل يا ابا، هاي تلفون وهي نت، بس انا قاعد بقدم لك جهنم. انا بقدم لك ايش؟ جهنم يا ابني. قال لا يا ابا انا ايه بس المنصة. منصة ايه يا عم؟ بتقول ايه؟ فبداية هذا وايام الكورونا قالوا التعليم عن بعد. قالوا التعليم عن بعد يا زلمة، هم عن قرب مش دارسين. زي أساء أحد الأساتذة قال لي قاعد قدام الولد بدرس فيه سرحان. قال التعليم عن بعد. الأولاد صار يقول يا التعليم عن بعد. قلت آه دفي كل علم هسا ولا يهمك، كل واحد خلوي. قال بدنا نت. قلت له هاي معي واي فاي، إيش بك؟ خذ الواي فاي من تلفون اللي مصيب اللي في جيبتي أنا، بس داخله لا شبكه يا زلمة. الجيجات قاعد بتخلص كثير. تفرجت على ولد ولو بنزل في لعبة، ولكن بتضحك علي بتقول تدرس قاعد؟ لا بدرس، لا عن بعد ولا عنز عن قرب. فهاي ضحكوا علينا فيها، دخلوا. فمن استطاع ان يخرج الفتن من بيته ثانيا، احنا مش ضد النت لكن يغلب عليه الفتن والفساد. يا سيدي هو لازم انت مرتك بس بدها تقول لك جيب لبنة وجيب 2 كيلو بندورة وشوي، لازم تبعت لك رسالة واتس لهالدرجة؟ يا اخي تبعت رسالة عادي يا رجل، تحكي مكالمة كلها تقرش يعني؟ ضروري الواتس لمرتك؟ ضروري الواتس لك؟ ها شغلي يا شيخ انا عليه وكذا يا سيدي، وقت الشغل خليه، بس التنيموش جنبك عابطه منطقة حبيبي. الواتس نايم جنبك، شو الشغل اللي بتشتغل فيه؟ والله هو ليش بيشتغل فيه؟ فهمني بايش، ايش الشغل اللي فيه؟ ايش انت شو بتشتغل؟ قال انا استاذ مدرسي. طب شو بدك في الواتس؟ والله ما نعرف شو بدي، بيبقى المدير بيبعت لي عليه. طب ابعت لك رسالة عادية يا اخي. ايه شو بتشتغل حضرتك؟ والله بسطج بسط في الوسط. طب شو بدك بالواتس؟ قال والله ما بعرف هيك، بلزمني بالشغل يا شيخ. شغل ايه؟ والله ما انا عارف بس يعني بجوز بلزمني بشغل. فتن فتن بتدخل على حال. انت شو شغال؟ انا مهندس في جوا مصنع.
بايش بلزمك الوات؟ بلزمني يا شيخ. لا لا بلزمني في 10 شغلات. خليه في المصنع، خلي تلفون للواتس في المصنع، تاخذوش معك على الدار. مش انت بتقول بلزمني؟ خليه تلفون للمصنع، للمصنع. يا جماعة خلاص خلاص تعبنا، لا نضحك على حالنا. هاي الحديث حديث واضحة، نثبت مستعدين للثبات، مش للخروج، للثبات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تضحك على حالك تقول بربي أولادي وحط لهم نت، أنت أول واحد بتضحك على حالك. لا تقول لي والله بربي في بناتي، لا بناتك ولا أنت مربى ولا أنت تطلي. لا تضحك على حالك، لا تضحك على أولادك وعلى مرتك. مرتك كانت ما تعرفش تكتب اسمها، صارت الآن على الواتس وعلى الفيس زفت. ساعة 2 في الليل بروح على الحمام، مش اللي جاي أقوم الليل الله يغفر لي، بلاقي واحد من الأولاد قاعد بيلعب جيمز، فقدت عقلي. ولكن أنت ذاكر ربنا ولا بتقرأ قرآن ولا أنت بتصلي، وصاحي الساعة 2، هل من داع فأستجيب له وماسك لي بتلعب جيمز؟ فيعني نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. أخذت التلفونات من أولادي صارت مناحة، في منهم قال لك يابا أنا مستعد، إيش بدك بس المهم إيش رجع لي الخلوي. يابا مستعد اللي بدك إياه بس رجع لي إيش خلوي. قلت له واحد احفظ جزء، قال بحفظ والله لا احفظ جزء. قاعد يومين بقول هيحفظ جزء اعطيني بس ايه ايه. في يومين حفظ جزء، كل يوم 10 صفحات. قلت له والله هذا ابن تيميه موجود عندي هي وثريته. قم للقيم وكذا، بس احنا مشكلتنا في ايش؟ ما فيش استغلال للاوقات. هو يعني ابن تيميه وابن القيم ماشي، يعني افراد مش راح نصير زيهم، ما اختلفناش، نصير نصهم. موجود الكادر موجود، بس الاستغلال شو ماله؟ مش موجود. وصلى الله وبارك على محمد.